بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل في شرح الشابتر 3 Performance of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي. محدثكم دكتور منجي محمد زيدي. هنا سنعطيكم الطريقة يعني كيف نحسب قيمة كل بارامتر في Second Order System لما نكون في Under Damped Case، ونبدأها بالDelay Time. The delay time TD time is the time required for the response to reach half the final value of a very first time. يعني بكل بساطة نجي لل final value وأسوي النص بعد ما يعني بعد ما حددنا النص أو نص قيمة الفاينل فاليو أسوي إسقاط أفقي ثم إسقاط عمودي، وهذا هو TD. يعني من صفر إلى هذه النقطة هو TD. بعدها سنتكلم على الرايز تايم. بالنسبة للرايز تايم يختلف هنا. عندي the rise time required for spins to rise from 10% إلى 90% أو 5% إلى 95% or 0% إلى 100%. يعني الرايز تايم هو وقت من وإلى. في حالات نتكلم على 10 إلى 90%، حالات أخرى من 5 إلى 95%، وحالات ثالثة من 0 إلى 100% of its final value. احنا اللي يهمنا هو الاندر دامبد كيس، اللي هي يعني اكثر الحالات استعمالا. فور ذا سكند اوردر سيستم ذا 0% تو 100% رايز تايم از نورمالي يوزد. فور اوفر دامبد سيستم، يعني في حاله الاوفر دامبد، كنا تكلمنا على الاوفر دامبد والاندر دامبد والكريتيكالي دامبد. في حالة الأوفر دامبد نستعمل الرايز تايم من 10% إلى 90% رايز تايم كومنلي يوزد. فهذا هنا مثلا عندي من 0 إلى كم؟ إلى 100%. من 0 إلى 100% يعني نحن نتكلم على إيش؟ على الأندر دامبد كيس. يعني هنا نتكلم على الأندر دامبد كيس، لأنه الرايز تايم هذا TR حسبناه من 0 إلى 100%، لأنه هذا الإسقاط هو يتناسب مع 100%. بعدها سنتكلم على البيك تايم، يعني كما هو يعني كما هو مكتوب. The peak time to the required for the response for each the first for reach the first peak of the overshoot. يعني كما هو يعني معرف، البيك تايم يعني هو من صفر الى الوقت الذي يتناسب مع قمة الريسبنس، هذا نسميها البيك تايم. بعدها سنتكلم على الماكسيمم اوفرشوت. كيف نجيب الماكسيمم اوفرشوت؟ عندي يعني هذه هي الريسبنس اوف ماي سكند اوردر سيستم، هذا هو الماكسيمم اوفرشوت. الماكسيمم اوفرشوت نسميه ام او. هذا الام او ماكسيمم بيرسنت اوفرشوت او ماكسيمم اوفرشوت هو سي اوف تي ماينس سي اوف انفينيتي. يعني سي اوف تي هو كم؟ يعني السي ماكس، يعني هو نقدر نكتبوها سي ماكس ماينس سي انفينيتي، يعني القيمه النهائيه، ماينس سي انفينيتي على سي انفينيتي مضروب في 100%، لانه هو بطبيعه الحال نسبه مئويه. The amount of the maximum percent the amount of a maximum percent overshoot directly indicates the relative stability of the system. يعني على حسب الام او هذا يعني تتكون عندي فكره على ثبات هذا النظام او لا، يعني هذا النظام مستقر او لا من خلال الاوفرشوت. ثم السيتلينج تايم. السيتلينج تايم كنا انه عندي سيتلينج تايم يعني 5% فيه سيتلينج تايم 5% اند سيتلينج تايم 2%. اذا تكلمنا مثلا على سيتلينج تايم 2%، كيف نحسبها؟ سيتلينج تايم 2% من خلال الرسمه، يعني نجي نحدد ال 98% ونحدد ال 102%، يعني وكاني ازود 2% فوق وانقص 2% تحت، واشوف يعني امتى تدخل هذه الريسبونس في هذه الحدود، يعني دخلت بدون ما تطلع مره ثانيه، يعني كلها تصبح موجوده في هذه الحدين 102 و98. هذه النقطه او نقطه الدخول هذه اسوي اسقاط عمودي، وهذه النقطه من صفر الى هذه النقطه هو ست لينك تايم 2%. نفس الشيء بالنسبة للست لينك تايم، نفس الشيء بالنسبة للست لينك تايم يعني 5%. هنا نقدم يعني الفورمولا الرايز تايم والماكسيموم اوفرشوت والبيك تايم والست لينك تايم 5% والست لينك تايم 2% بالمعادلات او بالايكويشنز. فهذا هو التي ار، يعني باي ماينس تيتا اوفر دبليو ان
root square y z square. هذا الماكسيموم او برشوت، هذا البيك تايم، وهذا السيتلينج تايم، وهذا 2%، وهذا السيتلينج تايم 5%. يعني هنا نكون قد عرفنا او يعني قدمنا كيف نحسب قيمة الباراميترز in the second order system in the underdamped case لما يكون يعني عندي curve او من خلال الفورمولا، وعلى حسب يعني المسألة، على حسب البروبلم الذي يكون يعني في الاختبار او في الاختبار الفصلي، يعني تكون يعني الطريقة اما نستعمل الفورمولا او نستعمل الكيرف. وفي كل حالة يعني نحن عندنا الحين الطريقة كيف نحسب كل هذه الباراميترز. Thank you.